السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي خاصية معينة وعايز أفلتر على أساسها العناصر، فمن أوتجير ودي أدي ستاب هقول له اكسبلور، وليكن مثلا أنا عايز الأبواب اللي فيها صفة معينة، مثلا الأبواب الفاير ريتنج فيها مثلا بساعة أو ساعة ونص ساعتين، فأقول له الول. تبدأ بقى تشوف ايه الخاصية اللي انت عايزها، مثلا توب از اتاشد مثلا، تمام؟ فممكن تجيبها يس او نو، واحدة منهم. فبيفلتر لي دول اللي في الجنب دول اللي فيهم الخاصية دي. ممكن تقول له نو، طبعا تشيل واحدة فيهم وتخليك مع التانية، هيبدأ يفلتر لي اللي فيها الخاصية بنو. فدول اللي هما الخاصية بتاعتهم بنو. ممكن اقول لا، ده انا عايز الخاصية بتاعتهم بيس والغي اللي ديت. ممكن نشوف خاصية تانية نجرب فيها. تعال نلغي الموضوع التوب از اتاشد ولا لأ. ممكن نقول له مثلا احنا عايزين مثلا اللي هي روم باوندينج، فممكن نيجي هنا ونقول له اللي هي بيس ففلترهم هتلاقيهم قال له، او نيجي هنا ونقول له اللي هي بنو فجاب لي اللي هم بنو. نقدر نعمل عليهم سيلكت واقول له ايزوليت سيلكشن يخفي لي اي حاجه ما عدا الحوائط ديت. ممكن على سبيل المثال مثلا الحوائط اللي هي الاستراكشر مثلا، الحواد دي هي دي الحواد دي بس اللي هي الرومبوني بتاعتها بنو.